دونك لازلنا دائما مع نفس المفهوم، دونك مفهوم إشارة عدد جذري، دونك لو سين دو نومبر راسيونيل، ولكن هذه المرة مع تمرين من نوع آخر. دونك نقراو السؤال شنو كيقول هذا التمرين هذا. دونك جو ري إكخي شاك نومبر افيك ان دينوميناتور بوزيتيف اي بيان سور افيك لو مينيموم دو سين موان. دونك المقصود بهذا السؤال هو أننا سنقوم بجعل مقامات هذه الأعداد الجذرية، دونك كما كتلاحظوا هنا معايا جميع هذه الأعداد الجذرية هنا مقاماتها هي أعداد سالبة، دونك هنا ناقص 4، هنا ناقص 23، هنا ناقص 9، ثم هنا ناقص 13. دونك الشطر الأول من السؤال يطلب منا أن أجعل مقامات هذه الأعداد التي هي عبارة عن أعداد سالبة سنقوم بجعلها أعداد موجبة، والشطر الثاني من السؤال سنقوم بتوظيف أو باستعمال أقل ما يمكن من إشارات، دونك إشارات سالبة. دونك غادي نعتمدوا على واحد الملاحظه السابقه التي قمنا بها، هي اننا يمكننا ان ننقل، دونك هناك تقنيه يمكنني ان انقل الاشاره المتواجده هنا مع العدد ناقص 4 في المقام الى البسط، دونك سيصبح لدي العدد ناقص 3 على 4. دونك هذه مجرد تقنيه، لكن الرياضيات يعني اذا قمنا اذا اردنا استعمال العلاقات الرياضيه فيكفي هنا ضرب البسط والمقام في العدد ناقص 1. دونك اذا قمنا بضرب ناقص 4 في ناقص 1 سنحصل على المقابل الذي هو 4، واذا قمنا بضرب 3 في العدد ناقص 1 سنحصل على المقابل ديال العدد 3 الذي هو ناقص 3. دونك هنا لاحظوا معي، كان العدد الجذري هو 3 على ناقص 4، يعني كان مقامه عدد سالب، وأصبح هنا ناقص 3 على 4، يعني أصبح مقامه عدد موجب. بالنسبة للعدد الثاني، دونك يمكننا أن نقوم بنفس الشيء. دونك هذه المرة سأسحب الإشارة المتواجدة مع العدد ناقص 23، ليس في البسط، ليس لن أسحبها إلى البسط، لكن أسحبها إلى خط الكسر. دونك لاحظوا معي، سيصبح العدد ناقص 10 على 23. دونك بنفس الطريقة، دونك إذا أردنا أن نتحدث رياضيا في هذه المرحلة، دونك يكفي أن نضرب ناقص 23 في ناقص 1، ونضرب كذلك هنا العدد الجذري في ناقص 1. دونك إذا قمنا بضرب في ناقص 1 في البسط وفي ناقص 1 في المقام سنحصل على العدد ناقص 10 على 23. دونك لاحظوا معي هنا، كان العدد الجذري عدد جذري مقامه سالب ناقص 23، وأصبح هنا عدد جذري مقامه موجب مع طبيعة توظيف أقل ما يمكن من الإشارات، دونك إشارات 9، دونك هو عبارة عن عدد جذري مقامه سالب. دونك لاحظوا معي هنا أني ناقص 9، دونك هنا يمكنني أن أسحب. دونك هذه مجرد تقنية، لكن الرياضيات يعني رياضيا يجب أن نضرب البسط في ناقص 5 في ناقص 1 عفوا، نضرب 5 في ناقص 1 ونضرب ناقص 9 في ناقص 1 فنحصل على العدد ناقص 5 على 9. وكان لدينا عدد جذري مقامه سالب، وأصبح لدينا عدد جذري مقامه موجب. بالنسبة للمثال الأخير، دونك ناقص، دونك هنا ناقص توجد مع خط الكسر، ناقص 7 على ناقص 13. دونك هنا يكفي سحب إشارة متواجدة مع ناقص 13 إلى خط الكسر، فيصبح لدينا العدد 7 على 13. وهكذا نكون قد أجبنا عن هذا السؤال. دونك قمنا بكتابة مقامات هذه الأعداد الجذرية، مقامات هذه الأعداد الجذرية التي كانت أعداد سالبة جعلناها أعداد موجبة، دونك لاحظوا معي هنا، وكذلك قمنا بالتخلص من الإشارات الزائدة، يعني قمنا باستعمال أقل ما يمكن من إشارات السالبة. دونك شكرا على متابعتكم، وإلى فرصة مقبلة بحول الله.